وقبل الذهاب مشاهدينا إلى تونس وشباك الفنون، يعني نحن سلطنا الضوء على موضوع خطير وخطير جدا، هو موضوع الألعاب الإلكترونية والفيديو التي يعني تؤدي فعلا إلى العبث بعقول أطفالنا. يجب يعني من هنا من هذا من يعني برنامج شبابيك نحاول توجيه الرسالة، أرجو أن تصل هذه الرسالة إلى جميع الأهل بأن يراقبوا فعلا أطفالهم، لأن هم يعني فلذات الكبد وهم المستقبل، ويعني أن نراقبهم بشكل فعلا لصيق حتى لا تحدث ما لا يحسب عقبة. والآن مشاهدينا نذهب إلى تونس وشباك الفنون، حيث تتواصل فعاليات أيام قرطاج المسرحية في تونس في نسخته 19 والتي تستمر حتى 16 من هذا الشهر، وذلك بمشاركة عشرات الأعمال المسرحية العربية والإفريقية. وينضم إلينا مراسلنا من تونس وسام الدعاس. أهلا بك وسام، يعني لو تضعنا في أجواء المهرجان وما هي آخر المستجدات والأعمال المسرحية، لو تحدثنا أكثر عن هذا اليوم. مرحبا بك أحمد وبكافة مشاهدي التلفزيون العربي. بالفعل تتواصل فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية هنا في العاصمة التونسية إلى غاية 16 من هذا الشهر، وسط حضور جماهيري غفير وبمشاركة عدد من نجوم الفن الرابع من الوطن العربي ومن أفريقيا ومن أوروبا أيضا. هذا المهرجان يراهن في نسخته الحالية على استعادة مكانة الفن الرابع في المشهد الثقافي التونسي رغم العراقيل على مستوى التنظيم وكذلك الإشكاليات المادية على خلاف الدورات السابقة. كنا أنجزنا تقريرا حول أجواء مهرجان أيام قرطاج المسرحية، نتابعهم ثم نعود للنقاش. مهرجان قرطاج المسرحي في دورته 19 لم يخيب الأمل. قاعة الفنون فتحت أبوابها لأكثر من 100 عمل مسرحي، نصف هذه الأعمال والعروض من تونس والبقية من بلدان عربية وأفريقية وأوروبية. المخرجون التونسيون حاولوا تجنب النمطية في تناول المواضيع واختيارها. نوار الملح مسرحية تحاكي تاريخ مدينة الكاف الثقافي، منشأ الحراك المسرحي في تونس. العرض هذايا نوار الملح هي خرافة من الكيف، خرافة يعرفوها الناس الكيف القدماء، يعرفوا الحكاية هذه والخرافة هذه. حبينا نبدلوا شوية خاطر الخرافة، فن الخرافة زادة ضرب من ضروب المسرح. المهرجان أعاد المسابقة الرسمية التي ألغيت في السنوات الأخيرة في محاولة لاستعادة بريقه. مسرحية سالب من العراق واحدة من بين 11 عملا مسرحيا يتنافس أصحابها للفوز بجوائز المهرجان في النص والإخراج والأداء. روح تنافسية أضفت طابعا خاصا على التظاهر الثقافية رغم بعض الانتقادات بشأن التنظيم ومحدودية الموارد المالية. وأصررنا على أن يكون هذا المهرجان في هذه السنة ككل السنوات ويحافظ على توقيته، وقبلنا بكل الظروف التي تمر بها هذه الدورة، كثير من التنازلات من قبل الفنانين وكثير من الصبر على هذا الوضع الذي نعاني منه. أيام قرطاج المسرحية بدأت في ثمانينات القرن الماضي وتعد اليوم واحدة من أعرق التظاهرات المسرحية انتشارا واستقبالا لأهم ما ينتج في الساحتين العربية والأفريقية. للمزيد حول هذا الموضوع وأجواء أيام قرطاج المسرحية في تونس ينضم إلينا مخرج فيلم انتليجنسيا ونزار السعيدي. نحن الآن كما تشاهدون مشاهدينا في قاعة المونديال، إحدى القاعات العروض الفنية في تونس، هذه القاعة التي ستستضيف أو سيقع فيها عرض هذا الفيلم. لو تحدثنا قليلا عن يعني فعاليات أو يعني عن هذا الفيلم، مع الإبقاء بالطبع عن جانب التشويق لمشاهدة هذا الفيلم. هو مسرحية هي أيام قرطاج المسرحية، مسرحية انتليجنسيا نص عبد الوهاب الملوح إخراج نزار السعيدي، تمثيل ثلة من الممثلين الكبار جمال ساسي، أمال كراي، فاطمة عبادة، انتصار عيساوي وعلى الدين شويرف. المسرحية هذه تحاول تتناول موضوع النخبة
التونسية خاصة بعد الثورة ودور هذه النخبة في 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 إنقاذ ما يمكن إنقاذه في تونس الآن. هذا المحور معناها عمل مسرحية انتليجنسيا. اليوم العرض الأول متاعها خلال أيام قرطاج المسرحية، نتوقع أنه يكون جمهور معناها حاضر بكثافة في هالعرض هذا، خاطر كما دولتها وسائل الإعلام والصحف معناها الوطنية وأيضا من خلال الشارع المسرحي خلال هذه الأيام ينتظر في مسرحية انتليجنسيا. إن شاء الله احنا نكون معناها حسن ظن الجمهور هذايا، وتكون مسرحية انتليجنسيا هي لسان حال الشارع التونسي في علاقته بالنخبة. نزار، هل تم يعني نقد الطبقة السياسية أو النخبة السياسية في هذه المسرحية؟ يعني كيف تم تنزيل هذا الموضوع يعني في عمل فني سيتم عرضه هنا في على خشبة المسرح؟ هو ليس نقد بقدر ما هو تساؤل، هي طرح مجموعة من الأسئلة والتساؤلات عن النخبة. من هي هذه النخبة؟ إذا كنا نتحدث عن النخبة، ما هي؟ هل هي النخبة التي لها تراكمات نضالية التي أوصلت إلى 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 الثورة، ثورة 14 جانفي في تونس؟ إذا كانت هي نتاج الثورة هو نتاج نضالاتهم، فأين هم الآن في صنع مرحلة جديدة ومرحلة الاستقرار وبناء هذه الجمهورية الثانية التي نريد؟ أيضا إذا أفلست هذه النخبة، من هي النخبة البديلة؟ يعني تونس مشاهدينا تعيش هذه الأيام على وقع أو تتنفس مسرح وتتنفس فن. هذا المهرجان يأتي بعد أيام فقط أو أسابيع من تنظيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية، لكن هذه التظاهرة الفنية تشهد على ما يبدو مشاكل على المستوى المادي ومشاكل تنظيمية. هل أثر هذا على يعني العروض المسرحية نزار؟ لا أظن، هو إشكاليات المادية واللوجستيك معناها للمهرجان، هو يتعرض أي مهرجان معناها، لكن الشيء المفرح والشيء الممتاز هو الحضور الجماهيري الكثيف، هذا هو المطلوب من المهرجان. كل الإشكاليات هذيك يمكن حلها، لكن إشكالية عزوف الجمهور هو ما يكونش حلها. والحمد لله في أيام قرطاج المسرحية 2017 كان حضور جماهيري كثيف، تقريبا جل القاعات معناها في خلال العروض ملأنا، كما اليوم عرض انتليجنسيا اللي هو القاعة معناها كومبلي، ما زلنا في الأربعة ونص متاع العشية من العرض، هو السابعة مساء والقاعة معناها التذاكر نفذت. كيف الأكيد في المسرحيات الأخرى زادة صار نفس الشيء، وهذا الشيء اللي فرح معناها، خاطر هو المهرجان لمن؟ للجمهور، والجمهور كان معنا لبى نداء المسرح وكان حاضرا في هذه العروض. نعم، شكرا نزار السعيدي مخرج فيلم انتليجنسيا الذي سيعرض اليوم في إطار مهرجان أيام المسرحية. الواضح أن هذا المهرجان يسارع من أجل يعني تحدي أو تجاوز هذه العراقيل المادية والتنظيمية لإنجاح هذه النسخة الحالية، وهو ما عكس ذلك في المنافسة الشديدة بين العروض أو الأعمال المسرحية التي يحاول مخرجوها الظفر الجوائز هذا المهرجان. وسام الدعاء